نحط عليها مره ثانيه الاجبان تدخل الفرن. ممتاز. تلبسين لبسك عشان تقدرين تلفين ولا تبين نلف وياك براحتك؟ احنا بنساعدها. نساعدها. الحين تبين الدياي في اتصال بس قبل فتبين نقصها كذي ولا تنتيف؟ نفس الشيء ما يفرق. اوكي خلي بالهذا الاسهل بالتقسيس. تفضل يا اختي فاطمه تلفون معنا. يا هلا مرحبا. السلام عليكم. ما اسمع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله اختي. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. ما شاء الله اخر احزانكم يا رب. الله يطول عمرك. مشكوره وايد اختي. بس ابي اسال كم سؤال عندي. ريت انا اسفه على الازعاج. ما في ازعاج بالعكس. انت اختنا وعيوننا لك. مشكور. بس ابي اسال ام احمد اذا عندها دورات تدريبيه. ابي اعرف عندك دورات حق البنات؟ اي اي اتصلي فيني بعد البرنامج على تلفوني موجود في الاداره هناك بالكنترول. يعطونك اياه تدقي عليه اتفاهم وياك بالحصص ان شاء الله. عندي سؤال بعد الاخت اسماء البحر. نعم. كان عندها طبخه طبخه الارز زين وقالت صويا المعتدله. ابي اعرف شنو هي الصويا المعتدله. اكو صلصه صويا اللي هي الخفيفه هاي عليها. الصويا المعتدله اللي هي تصير ثقيله شويه وفيها حلال ومكتوب على فيها شيره. اي فيها. نعم هذيك مالها زياده. هذه شيره فيها. تلقينها مكتوب عليها صلصه معتدله. صلصه صويا معتدله. في شغله بقول بالنسبه للبرنامج. نعم. بصراحه يعني اروع شيء. كل شيء روعه عندكم. شكرا. بس يعني احسن شيء يعني اللي شفته بالبرنامج بصراحه تكرار المقادير. يعني وايد تكررون المقادير بصراحه. هذا شيء وايد زين والله يوفقكم. الله يسلمك. مشكوره. الحين عيل بنكرر الانشلاد مره ثانيه. والله نكرر مقاديرنا. بس نكرر مقاديرنا. مع السلامه. مشكوره اختي فاطمه. الحين انا بشغل الفرن. اعطينا شنو تبين؟ 180 قلتي لي ايمان. كافي للدسوس عندك تحت فوق وتحت ولا بس تحت؟ تقطيع ولا تنتيف؟ مروحه ولا بدون مروحه؟ والله شو اسوي لك عادي. كله واحد. لا اخلي على الكاتنج بورد يصير تقطيع. ما خلاص مو مشكله. تبين كاتنج بورد؟ يلا يلا خلاص بليد بليد بليد. كملي ام احمد دام لابسه دس. ها فاطمه خلي بالمروحه ولا بدون مروحه؟ والله المروحه اسرع صراحه. خلاص مو مشكله. بس قلتي لي لازم نتابع عشان ما يضيع علينا. إيه؟ اوكي نقول مقادير السلطه. اي نطبقها كل الصدور. الحين على ما ام احمد تسوي هذا الصدور خليه هنا عشان تشم ريحه على. اي مساعد لو سمحت بس تدني شويه. اوكي شكرا. نبي بس نشوف مقادير السلطه عشان الحين بندش عليها مخرجنا بعد اذنك. اللي ما يلحق يصورها بالموبايل وبعدين يرد على راحته يكتبها. نعم. مقادير السلطه اخوي جراح. هذه مقادير السلطه المكسيكيه. سلطه الفلفل المكسيكيه راح تكون مقاديرها 3 حبات تورتيلا و3 اكواب ملفوف ابيض، كوب ملفوف احمر، كزبره مفرومه وحدود الكوب، نص قفشة صغيرة أوريغانو ونص قفشة كبيرة شكر وربع كوب زيت زيتون ونص ملعقة صغيرة بصل بودرة وفلفل أسود وملح وفلفل أخضر. اللي بسويه الحين راح أخذ الملفوف الأحمر. شو رأيك نحط مقاديركم بعد مقاديرك هذه لأن وايد عشان يلحقون الناس. خلوني بس أول شيء خلي تشوفنا الكاميرا. هذه المقادير مالت السلطة. ملفوف احمر وابيض. ابيض. اي وفيها فجل احمر. اي هذا كله انا مقصصه مو هي. اي والله ما قصرت. زين لحظه بس عدنك. يلا ايه؟ روحي اشتغلي. اخذي مكاني اخذي مكاني. اي ليزر والذره. الليزر كوب ذره. اي الليزر حطيتيه؟ اي حطيت الليزر. ويانا ام خالد اتصال خارجي. حياك الله. ايه؟ تفضلي ام خالد. انا الحين ضفنا الكزبره. هلا حبيبتي تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. ابو سعد. يا هلا. عظم الله اجرك. اجرنا واجرك اختي. الله يرحمها ان شاء الله ويجعلها ان شاء الله. الله يطول عمرك. نعيم يا رب العالمين. الله يسلمك. يجعلها اخر الاحزان يا رب. مشكوره. الله يطول عمرك ام خالد. مشكوره. الله يعطيكم الصحه والعافيه. الله يعافيك. انا توني جايه كنت تعبانه بس ما شفت شيء. ان شاء الله نعيد المقادير. يا ريت تحطوا لنا المقادير. راح نعيدهم بعد شوي و... الله خير. وتقدرين ام خالد تشوفين الحلقه باكر الساعه 11 في وقت الضحى. الصبح. حلو.
ما فيني صبر اخوي، ما فيني صبر. ما تلامين ان شاء الله مخرجنا يحط لكم ان شاء الله. ام احمد اساس على القوه، الله يقويك ما شاء الله عليك. شلتي الحلقات اللي فيها ابو سعد مو موجود، الله يسلمك يعطيك الصحه والعافيه ويجزاك الله خير. الله يعافيك اخوي ابو سعد، يعني ما نفقدك ان شاء الله. ما تفقدين عزيز ان شاء الله باذن الله. نحيي الاخت الجديده، اخت ايمان السالم، الله يحييك يعطيك العافيه. الله يعافيك حبيبتي، ما قصرتوا ومشكورين. الله يسلمك، مشكور. يا ريت تحطون المقادير باذن الله ان شاء الله بنحطها. شكرا. لفلفتين، ايش رايك ابو سعد؟ لفلفتين ايه؟ وبعدين يحطون لنا المقادير ايه؟ على ما نكمل لفاتنا. ممتاز جدا. ايش رايك؟ ايه؟ نجيب الخبز. هذا الخبز قولي لي شلون راح نحط داخله. الدياي اللي شويناه اول شيء، الدياي. ايوه اوكي. هذا الخبز، نشوف الخبز. خليها تسوي اول واحده، خليها تسوي اول واحده وبعدين نكمل كلنا معاها. اوكي، حط كميه دياي، يعني شيء بسيط مو وايد. جبن شدر اصفر، شدر اصفر برتقالي، وهذا الاصفر. أوكي. كلهم شدر. اي اوكي. تقدرون تستعملون بعد المونتري جاك، هم يطلع حلو. هو الشدر المعتق احلى. اي وايد احلى. والفهرول نصفهم بالبايركس. البايركس راح احط فيه شويه صلصه بحدود القفشه كبيره الى قفشتين. مو عاجبني كذي. تبين مساعده ولا افسخ؟ لا خذي راحتك. لا كلنا راح نشتغل عشان الوقت. شوفي ايمان اذا كذي صح؟ اي كافي. خليك انت على الصحن الثاني عشان نقدر. هو جزر نفس الشيء يعني ماكو اشكاليه. الطاوله صغرت. في اتصال من اختنا مشعل على ما هني الاخوات يلفون هذا. تفضل يا اختي مشعل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا هلا مرحبا اخوي ابو سعد، عظم الله اجرك. اجرنا واجرك اختي، والله يعني ما نبي بس يعني معك الاتصال. الحمد لله على كل حال الحمد لله. وان شاء الله مثواها الجنه. مشكوره اختي. امين 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 يا رب العالمين. الله يطول عمرك. انا اول شيء الصراحه احب اهنيكم من كل قلبي على هالبرنامج اللي اكثر من رائع. الله يسلمك. شو اختي البرنامج بعددنك، يعني احنا جنود فيه، لكن في وراء البرنامج جنود اخرين ما تعرفونهم، فهذا كلهم مجهود فريق كامل، مو انا ولا ام احمد ولا حتى اختي ايمان اليوم زين الحلقه، كل الناس اللي اشتغلوا فيه جنود يعني. يعني اكيد انتم هم اللي وصلونا ان احنا نشوفكم. اكيد اكيد. بس انا بقول لكم الصراحه شغله يمكن تضحكون عليها. انا بالنسبه لي يعني ما اعرف اطبخ. اي. وانا كنت مفكره اني ادخل دوره. هو برنامجكم صار زين وشين. شلون؟ لان حبيبتي ام احمد شلونك؟ ما هلا حبيبتي. هلا الله يسلمك. ما حطوني على الشاشه، حطني على الشاشه عشان اشوفها. حياك الله حبيبتي. حبيبتي ان شاء الله هالنار نحرم ايدكم من النار يا رب. يا بعد قلبي مشكوره. انا بس بقول لك يعني انا حببنا الاكل، حببناك بالاكل والطبخ وايد. يا بعد قلبي هذا اللي هذا اللي احنا نبي نتوصل له. أنا بس تدرون ترى خربتوا على اللي يسوون دورات، تدرون ولا ليش؟ لا 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 كل كل شيء له شيء. لا أنا قاعد أتكلم عن نفسي. أيه؟ أنا ما أعرف أطبخ. إيه؟ وأنا كنت مفكرة إني فعلاً أدخل دورة طبخ، لكن والله شوفي ربي شاهد علي، من بلشت أتابع برنامجكم الحمد لله. هذه ترى نعمة من الله، هذه شهادة نعتز فيها بصراحة. للأمانة أقولها طريقتكم بسيطة بسيطة، حتى المبتدئ اللي ما يعرف اللي مثلي. احنا حريصين ان نكون الشيء واضح وبسيط اللي نبي نوصل له. اي لا لا انا اقول لكم اهنيكم من كل قلبي، لاني الله يسلمك. انا قلت اللي اشوفه مشكورة اطبخه وكان ينجح معي، فتخيلي انا ما اعرف اطبخ، فلما اوصل لهذا المستوى يعني هذه نعمة كريمة الصراحة. هذا انجاز حلو واحنا نتمناه يعني لكم صراحة. طبعا وبفضل الله وفضلكم الحمد لله. الله يسلمك. الله يسلمك حبيبتي. انا عندي طلب بصراحة، كنت دائما انطر واذا طافتني الحلقات او شيء اتابع باليوتيوب والإعادة بعد، ترى الإعادة كل يوم احنا عندنا لايف من باكر الصبح الساعة 11 عندك احد اثنين بعدين ننتقل اربعة وخميس كله اعادات، يعني فاتت شيء لحقي على اللي وراء.
اي لا لا بس انا ما شفتكم سويتوا مطبق للزبيدي. ان شاء الله راح نسوي. انا عاد مساء 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 انا كنت في السوبر ماركت هني يمنا شفت زبيدية ما شاء الله هالكبر. اي قلت اسويها مطبق بس يضايق الوقت والله. بس ابشر ان شاء الله الاسبوع الجاي ان شاء الله اسويها ان شاء الله. اي انا بقيت اي والله ضروري ابي مطبق لزبيدي وابي اسالك سؤال اختي ام احمد. تفضلي. دام فضلك حبيبتي. ذاك اليوم انت شرحتي عن سالفه اللي هو الصبار ويطحنونه ما ايش قلتي برتقال هذه انا ما فهمتها. اي هذا الصبار ينظف الامعاء. اي نعم. تقشرينه هي ورقة عودة فيها شوك صح؟ يتقشر يتقشر وينحط بالخلاط مع عصير برتقال فريش. هذا ينظف الأمعاء ويموت كل البكتيريا اللي في الأمعاء ممتازة جدا يعني وايد زينة. أنت تقصدين الصبار؟ الصبار أوراق الصبار في أوراق مستطيلة في أوراق مدورة فيها شوك. هذه بأمريكا أنا شفتها يبيعونها مع الخضرة من كثر ما هي مفيدة. فحبيت انوه عنها الافاده اللي انا استفيد منها ابي الناس كلها تعرفها صراحه. انا زارعه منها في بيتي. ممتازه اللي ممتازه هي مدوره وداخلها في سائل صح؟ ممتازه. اي هذا السائل عشان تستسقينه. ترى تبون اجيب لكم زرعه جيبي لنا والله انا ابي مشكوره يعطيك العافيه. عموما مكانكم واعطوني الرقم وانا من عيوني ان شاء الله. رقم ام احمد موجود في الكنترول تقدرين تاخذينه من الاخوان. ومشكورة. يا ليت بلقوني يا ليت بلقوني ان شاء الله. ان شاء الله عساكم على القوه ان شاء الله. الله يقويك. الله يقويك. الله يسلمك. وين وصلنا احنا؟ نبي بس ايمان لا يروح علينا الوقت. الحين راح اصب جزء من الصلصه فوقها التورتيله. هذا كنا تحمل. لا ما تجيت عليه. يبي له كيف عليك. واحتاج بعد اجبان الجبن نفسه. ايه لفيتوا فيه كله باقي. ايه خلص خلص. ايه لا في بالثلاجة. شنو؟ الأجبان. الأجبان كاين. يعني بحدود النص كوب. أجيبهم مخلوطين أبشرهم وأجيبهم مخلوطين ها؟ تبيهم ايه؟ نص كوب تقريبا. لا لا أقصد الصلصة. الصلصة. بس أشيك على شنو أخلص. ايه كافي عليه كافي. سنية حارة. بس نطلع على أساس بس حرارة الفرن خليه يستوي زيادة. لبسي بس دير بالك. أوكي. نطلع المقادير إيش رأيكم علشان الناس اللي ما لحقوا؟ أعتقد ما في وقت الحين حق المقادير لأنه الساعة 7 إلى 10. إن شاء الله بالنهاية يوعدكم مخرجنا إنه يحط لكم المقادير كلها. إيه نبشر عليه وندخل الفرن. والحين راح اسوي خلاص هو مبشور وداخل هني. اي خلاص هنا داخل الفرن. اي ونوزعه. هذا صحن. هذا صحن. اذا في اتصال عطونا. اذا في اتصال عطونا اياه. اوكي يلا. اهلا بدر. شوفي الو مساء الخير. اي كافي كذي. الو يا هلا اختي بدر. مساء الخير. الله يعطيكم العافية على برنامجكم اللي أروع من الرائع. الحمد لله على كل حال ومشكورة وإحنا بخدمتكم. إحنا هنا عشان نبي الناس تستفيد. والله صراحة عندي يا أبو سعد إنزين ومسي على أختي أم أحمد. أقول أم أحمد الله يعطيك العافية حبيبتي ولمساتك تهبل ولمسياتك في قلبي. جزاك الله خير. أنا عندي بس ملاحظة صغيرة اللي ليك لو تحت في التلفزيون يعني يحطون شريط حق المسجات الأرقام أو يحطون رقم مباشر لأن إحنا في نفس التعليق مثلاً. هني المخرج والكنترول يسمعونك راح يحطون الشيء. أو في شغلة مثلاً إحنا نبيها أو طلب يعني تنويه نحطه ونتمنى إنه يكون حق برنامج سفرتنا رقم مباشر. زين عشان إحنا صراحة يعني مستانسين في البرامج اللي أنتوا قاعد تعدونها. الله يسلمك. وفي فقرة سفرتنا يعني تعلمنا وايد أشياء. بس أنا أبيك يا أم أحمد تسوي لنا يعني طبخة حلوة مميزة. زين أبي اللي إيه البثيث اللي أيام قبل سويتها. ترى إحنا أختي سوينا البثيث أم بدر. إحنا تونا بادين نطري ترى الخير قدام بإذن الله. إيه ما شاء الله. بس البثيث دوريها باليوتيوب تلقينها. أنا سويتها البثيث والخبيصة. شنو مفاجأتكم حق رمضان اللي بتسوون برنامجكم؟ قاعدين نسوي إن شاء الله نسجله وتشوفين كل خير فيه.
كويتي وغير كويتي. وباكر برجعك حق زمان جبله وشرق والمرقاب ومنطقه واو.